أحبائي في قناة تداول العربي، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي نتكلم فيه عن سهم مكة، شركة مكة للإنشاء والتعمير. اسم التداول سهم مكة رقمه 4100 في قطاع إدارة وتطوير العقارات. السعر الحالي التداول على سعر الإغلاق طبعا اليوم 29/8/2021 ميلادي 63.80 ريال. الآن آخر توزيع ربحي كان فعليا مجزي، لكن كان في العام 2020. الشركة توزع سنويا منذ 2016 بين 2.5 ريال 2 ريال. آخر توزيع في شهر أبريل 2020 كان 1.5 ريال. ننتظر يعني إحنا الإعلان نشوف لكل سهم عن طبيعة التوزيعات، يعني عن طبيعة التوزيعات للسهم في 2021. الآن بالنسبة للبيانات النصفية، النصف الأول 2021 المنتهي بتاريخ 29/10/1442 هجرية، 6 أشهر. البيانات توضح خسارة بعد الزكاة والضريبة بما مقداره 14 مليون ريال سعودي، مقابل ربح في العام الماضي بلغ 15 مليون ريال سعودي، وخسارة لكل سهم 9 هللات للنصف الأول 2021 مقابل ربح 9 هللات عن النصف الأول للعام الماضي 2020. هذا يعني أن الشركة تحولت للخسارة في 2021. لا أتوقع أن يكون هناك توزيعات ربحية إطلاقا طبعا، انخفاض إيرادات الشركة بالغرف السكنية والفنادق والأبراج أدى إلى ضغط على الشركة، وبالتالي تراجع في المبيعات، وبالتالي هذه الخسائر. يعني مع أنها من الشركات العملاقة والراسخة والثابتة في السوق السعودي، لكن نفضل الاستثمار بصراحة بأسهم توزع أرباح وتعلن عن أرباح. حتى ذلك الحين هناك أسهم أفضل للاستثمار في السوق السعودي بربح مجزي وتوزيع مجزي طبعا. يعني لا ينفع أن الشركة تعلن عن أرباح ولا توزع، بصراحة يجب أن تعلن عن أرباح وتوزع أرباح وتكون مجزي الأرباح، يعني 4 أو 5% أو أعلى من ذلك من قيمة السهم. طبعا هذا ليس تنفير من هذا السهم وليس توصيل أسهم أخرى، وإنما تحليل استثماري لواقع الأرباح والخسائر للسهم. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.